عندي كوبايتين وثلاث ارباع، يعني ثلاث كوبايات الا ربع دقيق، كوبايه سكر بودر منخول، لازم يكون منخول طبعا، والدقيق منخول، معلقتين كبار من النشا، ودول علشان يدوني كده قرمشه لطيفه، كوبايه زبده. لا احنا كده قلنا مقادير تانية. طب معلش انا اسفه، انا كده قلت المقادير بتاعت اللي جاي، هقول دلوقتي المقادير المظبوطه، هي نازله معانا على الشاشه. تمام، يبقى 2 كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايه سكر، سكر عادي بس حبيباته تكون ناعمه، كوبايه شوكليت شيبس، واتنين بيض، ونص كوبايه زبده، ومعلقتين، يعني نص كوبايه ومعلقتين كبار زبده، معلقه كبيره من العسل الاسود، معلقه كبيره كاكاو، معلقه صغيره فانيليا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. تمام، ورشه الملح مهمه جدا يا جماعه، مش عشان بنعمل بسكوت مسكر مش هنحط له رشه ملح، هي اللي بتظهر الطعم. هنعمل ايه؟ هنجيب بوله وهنحط فيها الزبده والسكر، هنحط الزبده الاول ونديها ضربه كده، كل مكوناتك بدرجه حراره المطبخ. ندخل الفرن على الرف الوسطاني برضو. تمام تمام، يبقى اتفقنا على 170 على الرف الوسطاني من 20 ل 25 دقيقة، هتستوي وتبقى زي الفل.